لإلقاء النظرة على نتائج الانتخابات في البرلمان الأوروبي خصوصا في بريطانيا، ينضم إلي من وسط لندن عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام، ما الذي يمكن أن يقال عن أسباب نجاح وهذا الفوز الذي حققه حزب بريكزيت والديمقراطيين الأحرار، وأيضا خسارة الحزبين الكبيرين المحافظين والعمال؟ لنبدأ بخسارة الحزبين الكبيرين. أولا، حزب المحافظين عاقبه مصوتوه لأنه فشل في الإيفاء أو الوفاء بوعده بالخروج من الاتحاد الأوروبي بعد حوالي 3 أعوام على الاستفتاء. حزب العمال أيضا عاقبه مؤيدوه بسبب عدم وضوح موقفه تجاه تنظيم استفتاء ثاني أو مسألة البقاء في الاتحاد الأوروبي. حاول أن يمسك العصا من الوسط لكنه فشل في هذه الانتخابات. الآن ننتقل إلى نجاح حزب بريكزيت بزعامة ناجل فراج الذي حصل حتى الآن على حوالي 32% من الأصوات. يقدر عدد النواب الذين سيذهبون البرلمان الأوروبي عن حزب بريكزيت ب 28 نائبا حتى الآن من أصل 73 نائبا مخصصة للمملكة المتحدة. هذا الحزب نزل هذه الانتخابات وهو يطالب بخروج بريطانيا. إذن هو حصل على أصوات الذين صوتوا في الاستفتاء لصالح الخروج على حساب حزب المحافظين وحزب الاستقلال المملكة المتحدة السابق الذي كان يتزعمه فراج قبل أن يتركه ويؤسس حزبا لوحده قبل 6 أسابيع. عصام، أريد أن أسأل هنا عن نقطة تقنية. عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في أكتوبر المقبل، ما الذي سيحدث لهؤلاء النواب؟ هل سيستمرون في البرلمان الأوروبي في دورته الحالية أم ستسحب عضويتهم؟ البرلمان الأوروبي الجديد لن ينعقد حتى شهر تموز يوليو المقبل. ستكون الجلسة الافتتاحية وأداء اليمين في شهر تموز يوليو المقبل. من المعروف أن المملكة المتحدة حصلت على تمديد للخروج إلى أواخر شهر أكتوبر تشرين أول المقبل. إذن قد يضطر هؤلاء النواب إذا ما بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى أن يشغلوا مقاعدهم في البرلمان الأوروبي في بروكسل في الفترة المقبلة إلى أن يتم انسحاب المملكة المتحدة، هذا إذا ما انسحبت فعلا من الاتحاد الأوروبي. طيب عصام، حزب بريكزيت وديمقراطيين الأحرار يقفان على طرفي النقيض من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، كيف يمكن لوجودهما في البرلمان الأوروبي أن يحدد شكل هذا الخروج؟ هذا سؤال في غاية الأهمية لأنه يعكس حالة الاستقطاب الحادة الموجودة في بريطانيا حاليا بين المؤيدين والمعارضين للبقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن إذا نظرنا بلغة الأرقام سنجد أن المؤيدين للبقاء أو لتنظيم استفتاء ثاني هم أغلبية طفيفة، حسب الأرقام المتواردة الموجودة لدينا هم يشكلون حوالي 40% من الأحزاب التي خاضت هذه الانتخابات مقابل 35% للأحزاب التي تطالب بالخروج. إذن يعتمد هذا على الطريقة التي نقرأ فيها نتائج هذه الانتخابات، لكن ما لا شك فيه أن الناخب البريطاني يريد مواقف واضحة من الأحزاب حول هذه المسألة، وعلى الرغم من وجود حالة الاستقطاب الحادة التي تسود بريطانيا منذ الاستفتاء عام 2016. أشكرك شكرا جزيلا عصام عكرماوي مراسل بي بي سي من وسط